ملك سليمان، فسخرنا له الريح. سخر الله لسليمان الريح، وكان جند من جنوده، فكان يستخدمها في محاربة أعدائه، ويستخدمها كوسيلة اتصال وتواصل سريعة، كي يتمكن صاحب كل هذا الملك من تفقد ومتابعة كل المناطق الشاسعة التي كانت تقع تحت حكمه. الجن في خدمة سليمان. من نعم الله على سليمان هي تسخير وتجنيد الكائنات المتمردة ووضعها تحت أمره وتصرفه كالجن والشياطين. فالجن موجودات متمردة مخفية عن أنظارنا، ولها عقول وشعور وقدرة، بعضها مؤمن وبعضها الآخر كافر. فبأمر من الله وضعت تحت تصرف نبي الله سليمان لتنجز له بعض الأعمال. فسخر سيدنا سليمان مجموعة من الجن تختص بالبناء على اليابسة لبناء المعابد والمحاريب والتماثيل والأبنية الضخمة والصروحات العظيمة والأبنية الحصينة وكل ما يأمرها به، ومجموعة أخرى بالغوص إلى أعماق البحار والمحيطات لاستخراج الثروات من قلب البحار مثل اللؤلؤ والمرجان. ولأن الجن والشياطين طبيعتهم متمردة، فمن كان منهم يخالف أوامر سليمان كان يعاقب، ومن كان منهم مخربا فكان يتم تكبيله بالسلاسل والأغلال، وآخرين مقرنين في الأصفاد.